جيت مع صباح الأكادير، كان عندنا شي غرض هنايا. صافي قضينا الغرض، مور الفطور فطرنا تمين غادين، قطعت لينا بنت عمتي في كار اخر سميتو الرحلات الجنوب، هو يجي عندنا قال لنا نتوما من دوك الكليان ديالي يلا تحولوا لكار اخر. قلنا ليه علاش؟ قالنا هذا غادي خارج دابا من 11، حنا كنتسناو حتى 12 ونص من الركب، بان لنا الدري من المره الاولى من دخلت على الكار باغي يخرج الكار، ما عارفش كيفاش يسوق. صافي مشينا غادي، يا ديك سايك كيحترمش القوانين 60 ولا 40 في السوقين، غادي اكثر من داكشي. واحد اللحظه دايز كاميو هو يخرج فيه وضرب في التطوار وزيد، واحد اللحظه صافي زاد كان باغي يحطنا نتسحروا، قالنا بالثلاثه تلقاني انا في صويره، هو يكسير بزاف لا السرعه لا يرتاله غادي بزاف. واحد اللحظه تكينا شويه، هو يبان لينا الكار كيتمايل، كنسمع الناس كيقولوا مرسل عليك رسول الله مرسل عليك رسول الله، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه تقلب بينا الكار، والناس مضروبين بزاف ومجروحين وماتوا الناس. هذا ما كان، الحمد لله الحمد لله. خرجنا سيدي معانا هنا مع 11 ونص، كندخلوا مع 2 ونص ل 8 ساعتين هي اللي كنديروا غاديين. مهودين سيدي معاه، طلعنا طابوك كنطلعوا 50 60، 50 مول بكري كيرا الاولين كان 30 ما يفوتوش، مهودين مع مي حي مهود 60. ملي الفيراج مدرج تلقينا طوموبيل فاتت الخط الصفر فايته، ربع الكار بحال هكا شد من اللور، هادشي اللي كاين. لا ما كاين نعاس، لا حنا راه ضالين هنا، دخلنا بكري هنا، دخلنا مع الجوج هنا، ما كاين لا نعاس لا. الله يعلم، ما بقيتش عقلت عليه شق عليه. انا جابوني هنا ما عرفتوش ضرب في راسه ولا اش دار ولا الله يعلم. الوغ اليوم كان واحد الاكسيدون، واحد الانقلاب ديال الحافله في المنطقه ديال التمرين. توصلنا تقريبا مع 3 ونص ب 49 حاله، الوغ توتال كانت 49 حاله، منهم جوج وفيات سور لو ليو د لاكسيدون، واحد الوفاه مالوغوزمون كانت هنا في لاسال داكو دي سورجونس فيتال. الوغ لو غيست ديال لي زاكسيدونتي دونك كانوا بالنسبه لهنا لاسال استقبلنا 16 حاله، منهم باقيين جوج اللي عندهم مشاكل في القفص الصدري، دونك ردود وكسور في القفص الصدري. 15 حاله مشات لمصلحه جراحه الدماغ، فيهم 3 الحالات حرجه اللي عندهم كسور في الغاشي السيرفيكال والغاشي الدورسال. الوغ 7 الحالات مشاو للمصلحه ديال جراحه العظام، داكوغ 3 الحالات المصلحه ديال جراحه البطن دونك لا شيرجي فيسيرال، و16 حاله تشافوا هنايا دار لهم البيلون ديالهم والحمد لله سون ديكلاري سورتون، اللي خرجوا ان شاء الله غيكونوا مع الاسر ديالهم اليوم. ولا هذه الحصيله العامه ديال هذا الاكسيدون. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.